الكتب. رغم ان احنا في الفتره الصباحيه وفي امتحانات ثانويه عامه ووسط الاسبوع، الا انه في اقبال ملحوظ من الشباب والفئات العمريه المختلفه، كبار سن، اسر مصريه مع اولادها، وبيقضوا يوم طويل جدا في معرض القاهره الدولي للكتاب. واللي بيساعدهم كمان انه في خدمات كتيره جدا مقدمه من القائمين على المعرض، وهي وجود عدد كبير من المقاعد خارج القاعات المختلفه ومظلات ومطاعم بتقدم الوجبات. كمان بيوجد في طفطف علشان توصيل المواطنين من القاعات المختلفه، مراعاه طبعا اشعه الشمس، وان هو يسهلوا عليهم ان هم يزوروا كل دارات النشر المختلفه. اما بالنسبه للاقبال خلال الايام الماضيه ومنذ انطلاق المعرض، فبلغ عدد الزائرين ما يقرب من 1.5 مليون زائر خلال الايام الماضيه. وطبعا الاعداد يعني دي بتكون مش الاعداد اللي متعودين عليها في معرض القاهره الدولي للكتاب، ولكن بسبب الظروف الاستثنائيه اللي بيشهدها العالم اجمع وفيروس كورونا. وتم تعويض ده بالمعرض الافتراضي اللي ممكن المواطنين يدخلوا من خلال المنصه الالكترونيه ويزوروا المعرض بكل قاعاته، وكانهم يعني جم وزاروا المعرض على ارض الواقع، وكمان يقدروا ان هم يشتروا الكتب باختلاف انواعها وبيتم توصيلها حتى المنزل، ويقدروا كمان ان هم يحضروا الفعاليات والانشطه المختلفه من خلال المنصه الالكترونيه، وحتى انتهاء المعرض في 15 يوليو القادم يوم الخميس القادم، هيكون اخر يوم لمعرض القاهره الدولي للكتاب. النهارده كمان هيكون في توزيع لجوائز المسابقه التابعه للهيئه العامه للكتاب التابعه لوزاره الثقافه. المسابقه تم الاعلان عنها في 1 مارس واستمرت لمده شهر، شملت 11 فرع، 9 خاصين بالكبار، 2 للشباب، و4 مناصفه بين الهيئه العامه للكتاب والهيئات الاخرى. هيتم توزيع الجوائز على الفائزين اليوم بحضور وزيره الثقافه دكتور ايناس عبد الدايم داخل معرض القاهره الدولي للكتاب. خلينا نروح مع حضراتكم في جولة داخل المعرض في اليوم 13 على التوالي، ونشوف آراء المواطنين وانطباعاتهم عن المعرض. الهيئة العامة للثقافة بتحرص على ان الكتب تكون بتبدا بسعر رمزي زي ما بقول لحضرتك بجنيه لحد 30 جنيه. في فرق كبير جدا بين المعرض القديم وهنا. هنا انا شايف الدنيا منظمة اكتر جدا، شركات اكتر، الكتب المعروضة أكتر، الخصومات طبعا ممتازة جدا، خصوصا من الدور اللي هي التابعة لوزارة الثقافة وأيضا الشركات الخاصة، لكن هم مش قادرين طبعا ينافسوا في موضوع الخصومات زي الجهات اللي هي التابعة للدولة. أنا واحد مثلا عايز أعمل مشروع تخرجي في كورونا، أي جهاز مثلا يخدم الوباء بتاع كورونا أقدر أساعد بيه البشرية في الجزء ده. بدأت فعلا أبحث، لقيت إن في كتب عظيمة جدا مترجمة نازلة، وفي كتب أجنبية في المجال ده محدش عارف عنها حاجة، موجودة في دارات نشر كتير علمية. بدأت أبحث كمان، اكتشفت إن لأ، ده ممكن تلاقي أصلا ناس في مجالك بيجوا يشتروا حاجة، فبيحصل تبادل الخبرات. لاحظت طبعا إنه في حضور قوي في المعرض، برغم من إنه أنا لأني كنت باجي قبل كده كقارئة بس، يعني كنت بلاقي حضور أقوى من كده طبعا بكتير، لأنه كان بيتعمل في يناير. السنة دي طبعا التوقيت مقصر شوية على الحضور، لكن برضو من الملاحظ ان الناس لسه حريصة على ان هي تيجي وتزوري المعرض، ودي حاجة مباشرة جدا ان الناس لسه بتحب تقرأ ومتابعة يعني للأعمال الجيدة.